السلام عليكم. أزل الستار على قضية الرحاب أو مقتل طالب الرحاب. من 4 سنين كانت في قضية كانت معروفة قوي. أب رجل أعمال مشهور جدا، عنده بنت صغيرة مرتبطة بشاب تاني، العلاقة كانت فيها جواز بعد كده. المهم حصل ابتزاز من الشخص اللي هو خطيب بنته، ما كانتش خطوبة رسمية، ولكن كان متكلم عليها زي ما بيقول. المهم حصلت عملية ابتزاز بعد معرفة الشاب ده ان الاب ده كان عليه جريمة او قضية معينة وكان واخد فيها حكم قد كذا، ابتزه. بعدها على طول اتجه الاب ان هو خلى بنته تغرر بيه وتجيبه لغاية البيت في شقة في الشروق، وكان مجهز عدته الكاملة ان هو يقتله ويدفنه في الشقة دي. بالفعل البنت كلمت الانسان اللي هو بيحبها، او ان هو في خطوبة ما بينهم هما الاتنين مستقبلية. المهم جابته. الاب كان مجهز العدة كلها ومجهز مدير اعماله ومجهز مدير المكتب بتاعه والسواق والطباخ والخ الخ الخ. المهم لغاية لما الشاب وصل لقى الموضوع ده كله موجود واللمة دي كلها متواجدة. الأب قتله ودفنوه جوه الشقة. الموضوع اتعرف، اتجاب الأب، خلص الموضوع من أيام بسيطة جدا أو من ساعات قليلة على حكم الإعدام. الأب المؤبد للبنت والباقي كلهم ما بين 10 سنين و5 سنين، واتقفلت القضية على كده. المحكمة كانت زي ما بيقولوا كانت هرج ومرج بسبب الحكم، لدرجة ان البنت اللي هي بنته، انا السبب في حاجة زي كده، موتوني انا وسيبوا ابويا. البنت كانت بتقول في قضيتها ان الولد اغتصبها او كان بيعاشرها جنسيا قبل الحادثة، الامر اللي اكدته اكتر من مرة، ولكن الطب الشرعي أكد إن البنت ما فيهاش أي حاجة زي كده، ولا فيها عنف، ولا فيها كمان زي ما كانت بتقول. الجريمة حصلت والحمد لله رب العالمين اتكشفت، والحمد لله رب العالمين الحكم من ساعات قليلة كان فيها، زي ما قلنا الإعدام للأب والمؤبد للبنت اللي كانت عندها في وقتها من 4 سنين 20 سنة، واللي هتقعد لسه 25 سنة، والأب إن شاء الله اللي هياخد الجزاء وهيتنفس فيه حكم الإعدام، وهكذا الناس اللي كانوا مساعدين لي اللي ربطوا الولد ومسكوه وكتفوه لغاية لما قتلوه. رحمة الله على الشاب اللي توفى، غلطان مش غلطان العلم عند الله، دلوقتي هو في إيد ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا بنقول الجزاء اللي الناس دي خدوها في يوم من الأيام. احنا بنتكلم عشان نقطة معينة، الا وهي الناس اللي بتقول رجال الاعمال والناس المشاهير ما بياخدوش الجزاء بتاعهم. عفوا، المحكمة والقضاء ما عندناش في مصر كلمة زي كده. الحمد لله رب العالمين، قضاء عادل، الحمد لله الاحكام عادلة، ممكن بس تكون متأخرة شوية، ولكن الحمد لله اسلجت صدور الكتير منا. السلام عليكم.